عرف نفسك، ما اسمك؟ عبد الله. ابنه؟ ابن بحرم. أنت جاهز؟ نعم. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ عن أنس. ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا. عن ابن عمر. إن الله تابع الوحي. عن أنس. جنتان من فضة. عن أبي موسى. اقرأ. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم. باب الشفاعة، حديث عن أبي هريرة. طيب، لكل نبي دعوة مستجابة، حديث من؟ نعم. لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، عن أبي هريرة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، عن أبي هريرة. إذا شرب الكلب أكمل، حديث من؟ عن أبي هريرة. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. كان القنوت في المغرب والفجر، حديث من؟ ها؟ كان القنوت في المغرب والفجر، عن أبي هريرة. عن أنس بن مالك: ذاك رجل بلى الشيطان في أذنيه، عن ابن مسعود: ألا تصليان؟ فقلت: إنما أنفسنا بيد الله، حديث من؟ عن علي بن أبي طالب: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، حديث من؟ عن أبي هريرة. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقد، عليك ليل طويل فارقد،